السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنقوم بإلقاء نظرة على جهاز السوبر نينتندو. هنا يوجد لدينا جهازين، النسخة الأسترالية من نظام بال، وسنبدأ بهذا الجهاز. أول شيء تشاهدون هنا على الملصق التعريفي مكتوب بال نسخة أسترالية. في خلف الجهاز موجودة كل المقابس الضرورية لتشغيل الجهاز، وفي الأمام مقبسين كبيرين لأداة التحكم. هذه الفتحة هي لخرطوشة الألعاب يعني الكارتريج، وهذا زر الإخراج وزر التشغيل، والذي يحتوي على قفل يمنع إخراج الخرطوشة أثناء تشغيل الجهاز. وتحت هذا الغطاء توجد توصيلة للأجهزة الملحقة الإضافية. والآن سنبدأ بتفكيك الجهاز، تفصيخه يعني، ولذلك نحتاج مفك نوع خاص لفك البراغي التي تكون بهذا الشكل. وبعد أن قمنا بفك جميع البراغي سنلقي نظرة إلى ما هو موجود في الداخل. هذه هي آلية القفل، ومثل ما تشوفون بسيطة جدا، بس خل اشيل الوساخة اللي هنا ونكمل تفصيخنا. هذه هي عتلة اخراج كارتريج الالعاب اي الخرطوشة، وهذا هو زر التشغيل. هذه القطعة المعدنية هي عبارة عن مشتت حراري. اوكي، خلينا نكمل تفصيخنا. نفتح هاي مال يدات التحكم. ونرفع هاي العتلة نوخرها عن طريقنا. وها نحن ذا. خل نفتح باقي البراغي. هذا هو جهاز السوبر نينتندو، هذا كل شي اللي بيه. راح نتفحص الدوائر المتكاملة واحدة واحدة ونشوف وظيفة كل واحدة منهن. بس قبل كل شي خلينا ننظف الغلاف الخارجي.
أما الآن سنلقي نظرة مكثفة على الدوائر الإلكترونية ونقارنها بهذا الجهاز الثاني واللي أنا فتحت براغية مسبقا. هذني ياهن الجهازين، هسه راح أفتح مشتت الحرارة حتى تبين كل القطع الموجودة. عادة يوضع هنا معجون حراري يساعد على تشتيت الحرارة توصيلها من الترانزستور إلى القطعة المعدنية. هسه خلينا نفتح الثاني. هسه كملنا التفصيخ، خلينا نشوف القطع. تقريبا نفس الشكل بالضبط، متطابقات بس اكو اختلافات بسيطة. مثلا ذني الرامات الاثنين اللي هنا صناعة هيتاشي، بينما هنا بالجهاز الثاني صانعتهن موتورولا. هذه العلبة المعدنية تحول اشارة الصوت والصورة الى اشارة راديوية وترسل الى التلفزيون. هذا هو قسم معالجة الصوت، اكو هنا معالجين ورامين، او بالجهة الثانية قسم معالجة الصورة. الرامات الاثنين اللي هنا تحمل شعار باناسونيك، بينما في الجهاز الثاني الرامات مصنوعات من قبل شركة NEC، وطبعا اثنيناتهم ياباني. وهنا هذا معالج ورام، نفس الشيء طبعا بالجهاز الثاني. مثل ما قلنا ذني الاثنين هنا رامات صوت وذني الاثنين هنا معالجات الصوت، ونفس الشيء بالجهاز الثاني. خلاصة الموضوع، هاتين الدائرتين المتكاملتين هما ذاكرة الدخول العشوائي أي الرام، وذين الاثنين كل وحدة منهن هي وحدة معالجة الصورة، وهذا أيضا ذاكرة دخول عشوائي رام، وهاي اللي يمها هي معالج بروسيسور يعني. بالجهة الثانية هذين الاثنين معالجات مال صوت، وبالأسفل الرام مال الصوت، وهنالك خمسة دوائر متكاملة أخرى صغيرة ذات استخدامات ثانوية. أكبر اختلاف موجود هو هذا القضيب المعدني. في هذا الجهاز شكل القضيب هكذا مستقيم، بينما في الجهاز الثاني شكله يشبه حرف L باللغة الإنجليزية. باقي الاختلافات هي اختلافات بسيطة، مثلا اختلاف مناشئ القطع الإلكترونية، أو اختلاف العلامات والكتابات الموجودة على اللوح. ومن الاختلافات الأخرى هو ملمس عتلة إخراج الكارتريج. في الجهاز الأول سطحها أملس، بينما في الجهاز الثاني سطحها خشن. وأخيرا الجهاز الأول براغية لونها فضي، والجهاز الثاني براغية لونها ذهبي. وهذا هو كل شيء. شكرا للمتابعة، وأتمنى يكون الفيديو قد فادكم. أغلب الفيديوهات في هذه القناة هي باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة باللغة العربية. هذا الفيديو هو عبارة عن تجربة لأرى مدى تفاعل المشاهدين العرب مع هذه القناة. عدد المشاهدات لهذا الفيديو وعدد المرات التي يتم بها الضغط على زر أعجبني، إضافة إلى عدد المشتركين من الدول العربية، ستساعدني باتخاذ قرار هل هنالك فائدة من إصدار فيديوهات باللغة العربية أم لا.
لذلك إن كنت ترغب بمشاهدة المزيد باللغة العربية اضغط على زر أعجبني واكتب تعليق في الأسفل، ويفضل أن تشترك في القنوات. شكرا للمتابعة.